انا بقى من قطر مصطفى يحيى، منورنا يا دوكش. حبيبي محمد، اخبارك ايه؟ انت طمني عليك وعلى الاجواء بقى والمتعه اللي شفناها في الجوله الاخيره في كاس العالم. والله محمد انا عايز اقول لك ان الاجواء طبعا هنا اكثر من رائعه، المتعه يعني الجوله الاخيره كانت جوله قويه جدا وكانت صحيح خارج التوقعات بشكل كبير جدا، لما الاوروجواي تغادر امبارح واصطدمت تعم انحاء قطر، فدي كانت حاجه غريبه الكل ما كانش يصدق اللي بيحصل. طبعا امبارح بقى بعد انتهاء الجوله الاخيره كان في احتفاليه خاصه كده في شوارع مشيرب، ودي واحده من اهم المناطق او المعالم السياحيه اللي موجوده هنا في قطر، عملوا يعني زي مسيره كده بالاعلام للدول اللي صعدت لدور ال 16. احد المباني امبارح كانت بدات تضيء بالعد التنازلي لدور ال 16، يعني الاجواء هنا اكثر من رائعه، كل حاجه متوزعه، كل حاجه بيحاولوا مع كل خطوه جديده بياخدوها كده يعملوا حاجه كويسه او حاجه مميزه عشان خاطر يلفت انتباه كل الناس اللي بتشارك في البطوله. طبعا بطوله غريبه جدا خارج التوقعات، هتفضل وهتظل واحده من اغرب بطولات كاس العالم على مر التاريخ بسبب النتائج الغريبه اللي احنا بنشوفها وبسبب الفرق اللي ما كانش حد يتخيل ان هي ممكن تغادر بطوله كاس العالم من دور المجموعات، والفرق طبعا اللي صعدت واللي منها طبعا فرق عربيه او فرقه عربيه زي المغرب وفرقه افريقيه زي السنغال، ما كانش حد طبعا يتوقع حاجه زي كده، لكن الحمد لله ان العرب وفرق افريقيا موجوده بشكل مميز في المونديال، والحمد لله اللي احنا بنشوف مونديال غير تقليدي وخارج عن التوقعات. النهارده طبعا هولندا خلاص يعني هتصعد بشكل كبير 3-1 والدقيقه 88 او 89. شايف بقى اللقاء التاني، انا عارف جماهير الارجنتين من الجماهير اللي في كل مكان بتكون حماسيه، جماهير الارجنتين بتستعد ازاي بقى للقاء اليوم الساعه 9؟ وانت هتكون موجود في الملعب ولا مش هتكون حاضر؟ لا احنا خلاص احنا دلوقتي ان شاء الله في توقفنا عن المباراه الارجنتين واستراليا، لكن خليني اقول لك يا محمد ان يعني الجمهور الارجنتيني جمهور حماسي جدا وجمهور بيحب كره القدم قوي، وجمهور من اكثر الجماهير اللي حاضره حتى الان في المونديال، اعدادهم كبيره جدا والحماس اللي جمهور الارجنتين والمكسيك والمغرب من اكثر المنتخبات اللي كان ليها جماهير في البطوله. الارجنتين اكثر جمهور، يعني الارجنتين انت دايما تحسه في كل الاماكن، خصوصا كمان يعني ان هم يعني الاطفال الصغيرين عندهم هلع وعندهم حب رهيب، سواء الطفل الصغير او الراجل الكبير بكره القدم حضورهم كبير جدا. لو رجعنا لمواجهات الارجنتين واستراليا هتلاقي ان دايما يعني الكفه راجحه بشكل كبير جدا للارجنتين، هم كانوا سبع مواجهات، الارجنتين كسبت 5 واستراليا كسبت مواجهه، وكانت المواجهه ديت يعني على ما اعتقد 1988، فلا فيعني الارجنتين خصوصا برضه محمد يعني من 34 سنه، فمتهيألي يعني من 34 سنة صعب قوي يكرروها. بص يا محمد خلينا نتكلم كره، الارجنتين من احسن المنتخبات حتى الان رغم الهزيمه قدام السعوديه، لكنها من اعظم وافضل المنتخبات اداء، يعني حتى صحيح المباراه اللي خسرتها من السعوديه فهم اتلغى لهم 3 اهداف، فلا الارجنتين فرقه قويه، وما اعتقدش اللي ممكن استراليا تحقق يعني تحقق اي نتيجه او اي مفاجاه قدام الارجنتين. لا متهيألي الدرس اللي اخذوه الارجنتين امام منتخب السعوديه هتخليهم ما يتهاونوش مع اي حد. صح هينزلوا من اول ثانيه ضاغطين. بص يا محمد ده دايما اللي انا بقوله على طول، اللي انت بتاخد دروس بس في درس بيجي لك في ميعاده وفي درس بيكون وعد عليه الوقت. انا شايف ان المغرب من الفرق اللي كانت محظوظه في ان هي ما اعتمدتش على النتيجه اللي حققتها او اللي طالعه بيها في اخر مباراه زي ما السعوديه عملت. السعوديه كان الموضوع بالنسبه لها سهل جدا، لو كانت نازله مركزه في المباراه فعلا بشكل كبير كانت كنا هنشوف دلوقتي السعوديه في دور ال 16. المغرب ركزت بشكل قوي وركزت بشكل مميز بسبب اللي حصل مع السعوديه، وده الارجنتين اتعلمته في المباريات الاخيره. بعد اللي حصل امبارح مع الاوروجواي ما اعتقدش ان في اي منتخب ممكن يتهاون قدام اي منتخب اخر، يعني خصوصا يعني زي ما قلت لك في بدايه المداخله مفاجات كتير، ده كاس عالم المفاجات. هل ممكن يعني تكتمل المفاجات؟ يعني تتوقع ممكن نشوف مفاجات في دور ال 16 ولا كله اتعلم الدروس؟ والله انا لو قلت لك ان انا ممكن اتوقع ان المفاجاه رغم ان هو واحد يعني المنتخب اللي انا هقول لك عليه واحد من اهم المنتخبات اللي موجوده واهم المنتخبات المشاركه، انا طبعا تقول لي البرازيل. انا اتوقع البرازيل. ليه كده بس؟ اتوقع اللي هتكون مباراه قويه جدا قدام البرازيل، ما بين البرازيل وكوريا الجنوبيه خصوصا اللي هي منتخب عنيد جدا ومنتخب مميز جدا، فيعني انا صراحه اتمنى المفاجاه اللي تحصل
ان المغرب تفوز على اسبانيا، دي هتكون المفاجاه السعيده بالنسبه لنا كلنا. انا مش عايز اعطلك، والله باذن الله انا مش عايز اعطلك يا دوكش، انا عارف باذن ان انت الله في كلنا طريقك. نتامل حاجه زي كده، نامل حاجه زي كده يا محمد، طبعا واشكرك وباذن الله يا رب ان شاء الله باذن الله المداخله الجايه تكون ان شاء الله نحتفل ان شاء الله بفوز بالمغرب، المغرب باذن المغرب الله والسنغال ايضا تقدر تفوز. شكرا جدا باذن ليك الله. يا مصطفى، ودايما كده بتطلعنا على كل الاجواء وتعيشنا الاجواء من قطر. شكرا جدا مصطفى يحيى الدوكش الناقد الرياضي.